يقول الله سبحانه وتعالى: يومئذ تحدث أخبارها. الأرض اللي قاعدين نمشي عليها يا إما تشهد لنا بالخير أو الشر، تجعل لك بصمة في كل مكان في هذه الأرض من الخير والعمل الصالح لتسرك بإذن الله عز وجل يوم القيامة. رأيت المناظر الجميلة في هذه الدنيا والشلالات العظيمة، تذكر أن في الجنة أعظم من ذلك، أعدها الله للمتقين. يقول الله: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، أبشروا يا أهل الطاعات. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير لي مما طلعت عليه الشمس. يعني هذه الأربع الكلمات خير من الدنيا وما فيها. هذه الكلمات تجدها بإذن الله في ميزان الحسنات يوم القيامة. أنت لما تذكر الله سبحانه وتعالى في الأرض، الله يذكرك في السماء. لذلك قال الله: فاذكروني أذكركم. الله يذكرك. متابعيني، الله يسعدكم في الدنيا والآخرة، قولوا آمين. وأسأل الله أن يشرح صدري وصدوركم ويغفر لي ولكم، قولوا آمين.